السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة بيم أريبيا. والنهاردة بنتكلم على ام اس بروجكت، وهذا برنامج بينظم لك المشروع بتاعك. ممكن يكون المشروع بتاعك مشروع بكذا مليار، وممكن يكون المشروع بتاعك ان انت رايح رحلة مثلا. فبترتب ايه الحاجات اللي انت محتاجها، بترتب الخطوات بتاعتك. طيب لو انا عايز ادخل معلومات المشروع بلاقي حاجتين، يا اما اجي هنا من فايل واقول له بروجكت انفورميشن وابدا ادخل معلومات المشروع. ده معلومات عن المشروع، هنا الجنرال، هنا الستاتس، هنا الكونتنت، هنا كاستم. تمام، طيب دي دخلنا معلومات العامه للمشروع. طيب لو انا عايز ادخل بقى تواريخ وهكذا باجي بروجكت واقول له بروجكت انفورميشن، بلاقي عندي الستارت ديت اقدر اتحكم فيه. طب الفينش ديت، لا انا الفينش ديت مش عارف، هو حاجه من الاثنين. لما انا عارف هبدا امتى بالظبط، تمام، يعني هقرر مثلا ان انا وراكم المشروع بتاعي ان انا هبني برج حمام مثلا فوق البيت، تمام. طيب ده الستارت ديت بتاعه اهوت. الفينش ديت حسب الخطوات وحسب الحاجات اللي انا عايز اعملها، هتجيب الخشب وهتدهن و والحاجات دي كلها. فاوتوماتيك هو بيقول لي هتاخد منك كام يوم، فهو ما بيدنيش ان انا اعدل الفينش ديت. في بقى حاجه تانية العكس، ان انا اكون مثلا عارف الفينش ديت بتاعي بس مش عارف تاريخ البدايه، فاجي هنا في السكادول فروم اقول له فينش ديت، يبقى انا كده اقدر اعدل الفينش ديت، اقول له ده التاريخ يعني النهائي اللي انا ما ينفعش اتاخر عنه. تمام، العادي ان انا عندي الستارت ديت والفينش ديت بمجهول، او في بعض الشباب بتبقى العكس مفيش مشكله. وبعد كده الكرنت ديت، الستاتس ديت، الكالندر. الكالندر بيبقى عندي اكتر من كالندر، تمام، هنشوف ازاي نعدل فيها. في كالندر 24 ساعه، في حاجات بتبقى نايت شيفت، في الستاندرد اقدر اعمل حاجات تانيه غير كده. طيب البريورتي بتاعتها قد ايه، تبدا تكتبها. طيب هقول له دلوقتي ايه، كانسل. لو انا عايز بقى اعدل في الكالندر هاجي هنا تشينج وركينج ديت وابدا اشوف ده هنا كذا واحده هم موجودين. تقدر تقول له كرييت نيو كالندر وتعمل واحده جديده. الوركينج دي الايام الشغل العاديه، دي الايام اللي فيها الشغل، هو عنده هنا السبت والخميس الاحد اللي هو ساتردي وسانداي مفهوم الشغل، تقدر تعدلهم وتشوف ازاي. هنا اديت وركينج هاور، عدد ساعات بيكون مختلف شويه. وبعد كده لو في اكسبشن داي او في ايام اجازات بتبدا تاخد لون مختلف. طيب ممكن اقول له كريت نيو كالندر، بيقول لي تاخدها من انهي واحده، كوبي بيست من انهي واحده. فانت بتشوف الاساسيه وتقول له مثلا عايزها مثلا من الستاندرد او بالشكل دوت. تقدر بقى تدخل في الاوبشن وتعدل الوركينج ستارت ديت الساتردي. طيب ممكن تقول له بدايه الشغل بتاعتنا مثلا الاثنين، ممكن بدايه الشغل بتاعتنا مثلا السبت، تقدر تعدل فيها. الديفولت ستارت تايم بتبدا الساعه كام وتخلص الساعه كام، عدد الساعات بتاعت الاسبوع قد ايه، الهاور بير ويك، دي باي مانس، كل حاجه دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. طبعا زي ما انت شايف اختلف الكالندر دي زي ما انت شايف. طيب الوركينج ويك هتبدا تقول له مثلا ده هنا هنا، هتقول له مثلا عايز ادخل في الديتيل. الساتردي، ساندي، الماندي اهو. طيب هنا الماندي، طيب ممكن نقول له ساندي ده هيبقى الديفولت. لا ممكن اقول له ده هيبقى في عدد ساعات معينه مثلا من 8 مثلا، ل مش هنقعد ساعة يعني، هنقعد مثلا نقول ليه هنقعد 13 ساعة مثلا، خليها هو عملها 7 PM. اوكي، فخلاص الساندي بقى يوم شغل عادي. تمام، ده كده احنا عدلنا فيه. بعد كده لو انا قلت له اوكي ورحت هنا للبيرث انفورميشن وجيت على الكالندر هلاقي ايه، كوبي اوف ستاندرد جت موجودة. بتفرق معايا في ايه؟ بتفرق معايا في عدد ساعات عدد الايام اللي هنشتغل فيها. يعني اقول له مثلا اشتغل من يناير لمارس، فلما تكون انت بتشتغل 6 ايام في الاسبوع غير لما تكون شغال 5 ايام في الاسبوع، غير لما تكون شغال يوم في يوم، او غير لما تكون انت شغل كله هتتم بالليل،